يقول: هل دلالة التضمن والاقتضاء هما واحد؟ لا، دلالة التضمن والاقتضاء إيش؟ هل دلالة التضمن والاقتضاء هما الالتزام قصده؟ دلالة الالتزام أي بالاقتضاء، دلالة الالتزام. مثلا أنا بضرب لكم مثلا يتبين هذا إن شاء الله. مثلا أنت شريت بيت، شريت بيت، البيت يشتمل على أبواب وعلى أوتاد وعلى أدوات، على أدوات ثابتة فيه، ما هي منقولة، ثابتة، هذه كل ما في البيت ثابت فيه متصل به، فهو دلالة مطابقة. نعم، كله دلالة مطابقة، شريت هذا البيت كله بما فيه من الأشياء المثبتة فيه. أما الأشياء المنقولة فلا، ما تدخل في البيت إلا بشرط، إلا بشرط. وأما ما بعض ما في البيت من الأشياء المتصلة به، بعض ما في البيت، هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن، يدل على أجزائها دلالة تضمن، ويدل على كلها دلالة مطابقة. طيب، البيت له فناء من الخارج، له بالوعة، له مسايل، هذه دلالة التزام تتبع البيت لأنها خارجة عن البيت. نعم.